السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذب سدا شخيص وشاقي وحا كتر الصدقة هذه تير السعادة النفسية وحا الله يقان وضد كلمك ومضح الشيء لفتقوب وحا آذوا بادي الدونة وحا الله إلى سعادة فرحة نص الشبه راحة نلوشة وحيا بقى لقاها لو حكم إذا بقى قرية كوا ده قالها وبقى من سنين بس صدقة من سنين ده يجو عبادها بقى جذنين قفك مركو بحية نفس مو ضرابة بيه هي الراحة هو حا وكفر حنا يا قفك وكفر حي قفك ينو مهضنق قفك ينو دعي سجل لفتي سنة واجبين وجتيبو ضرابة مركا كلك قياسين قفك بس كحدي سيا نفس ترين كيس وحي له هذين ترين كسعادة ده إياه فرحة كربة وقاطع وحب حنت وقفكي وحب حيي أنت أسوء الرماد وكفر حيا فرحتي سينا وحي كان يسان نفس هي نلال ونكسن قفك وحب حنا يا وحيا بقى كتري نقول يرين يا وحكم إذا وقفك كليها لكمان كره بلما تيران كره أما أدولن كرتيا سدي سو كلا كاردجا رسولك إلهي وحول صلى الله عليه وسلم الله أمبادتك أوران كرتا يا سيدو أدوك لكاردك قف إلهي وليراد سيئ علمي كو عمل فلا يددك نجار سيني يا إلهي قف سيئ حوره أو إساقنا وحكب بحنا يومنا لها خير كلكو بحنا لا حسد إلا في اثنين حديث كي صحيحة لبدا قف مؤمن حاسيني سيدو مؤلاني سيدو حي هيان إلهي وياك مسوريتيا أما يا رافية لكن واحد هذا الله ودا انتو ذا انا غير انتو ذا ان لاقسي سداه ودقمان ارو دقمه صدقته وحيابها اي كغسي في عنت عبادوينك ان بدن او كميده وحا كميده نفعها متعد عبادوينك مدنا وقاص وقفك ككوبين عبادوينك قاركودنا قفك وي دافانو وي سي غدبان وهي مخاطرة الصلاة هي السنة هي تكنيس أدوك بكوبين أما القرآن هي ذكر هي وضع لكن مركات عبادة صدق الله إله بحينيسو دي أمد بي قاريس أنفع إذي أدي قبكو مكوبنه أمد كلو قاري عبادة المتعاد دي قادتك قاريس ويكفض لبضانتها يتاكلا وحيابها إلهي وكوك أنا وحكم إذا حسن الخاتمة خاتمة حيابه إلهي كونا تيه كمت وسبب للنزول الأمضار روابك وين نقول يريهينه وحيابها إلى هاي وكبر ذي روابك وحكم إذا هنا يدتك وحب حياه وده إلى هاي بوحك دونه يعني إلى هاي نوح الله إذنك وحب حياه أنا على ذي سيو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دتك دولك قصوا وحسيه إلهها السماء قصوا أنا محقق كرنا ويدي سين دونا الحديث صحيح النبي وحك قصوا عليه الصلاة والسلام ضرور بسود ده اللي بنبار المعلومة كاملة. نبأوح مغلي ضرور تي وحكم مغلي. عض ورانا يا بيرت هبل ورابي بيرت هبل ورابي بيرت هبل. ضرور تي بمركا أهل كي أي كهارته أي حاجة دي صار رعويه. مال بيت ضرور تي كدة هذا يوم. إلى هاي وكهر قف سبحانه وتعالى. ماله كلامنا نتيجة عفته بير بيرها كاملة وبي كهارت. بيرتي بوتغي يدون نحتوغ او بيه كدو دوي مركا وحول المقعاء وحالا يلابون هبل هبل محاد بيرتن قصة ما يساوون بني يرور بحنا يقصي وحاكا صواب حسد حقايبات وما كان يقابون قايب وانعنا قايبنا وان كمال قليات دي بانقو عليا قايبنا الصدقة ربحيا محاد مقعايقية ورئيسي قاني ويدي سيوون أرنت أسان مغلايون magacaagana daruurta san ka maqlay in roobkan ilaahay ku soo kaxeyna waan maqlay sirti waan helay buur haat waxa aad beeraha kala dhan roobka ku dheeraad waan fahmay buur saddex dalal oo dalalka aad sadaqaysanaysanayd de thuluth maal boqolkiiba saddex iyo soddon inaad waxaaga sadaqo u bixisaa wax yar baaha marka roobkan ay doondoonayna waxyaabaha in ku raadinayna ay kamid qofka wax bixinaya al munfiq min khiyar in nas دتك وشرف بدن مكمل ذي قفك هذه يتشر وحبحيا قفك وجوجل سنينوا قفك بخيل كا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه
rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam, dadka idinku gobsani waa dadkii waktigii islaamka ka horba wax bixin jiray ee akhyaarta ahaa ee sharafta lahaa, markay diin barteenna iyagunbaa dadka u sii wanaagsan. Sadaqadu waxay kordhisaa cumriga, oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, qofka doonaya cumriga loo kordhiyay iyo calafkaba qaraabadiisa waxa siiyo ha xidhiidhiyo. Marka qaraabo xidhiidhinta waxyaabaha lagu xidhiidhinayaana waxa ay ka mid tahay waxbixinti ayaa ka mid ah. faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a qofka caasiga ah ayaa laga yaabaaba in lagu hanuuniyaba, siduu xadiidkii saxeixaa nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam, ninkii habeenkii ku sadaqaystay qofkii waxadaya iyo gabadhii jirkeeda iibsanaysay. sadaqadu waxay leedahay haddaba si ay wanaaggaa faraha badana laga dhaxlaya u yeelato shuruuday leedahay shuruudo. shuruudaha marka loo ilaaliyo ansaxeeda iyo aadaabteeda hagaagaya. shuruudaha waxaa ka mid a qofka waxbixinayaa waa inuu yahay qof iimaan leh oo alla rumaysan. haddii aanu ilaahay rumaysnayn waxbaba lagama aqbalayo. waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manfuura. ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan u qastiyay camal wuxuu gaal sameeyey waanaan baabiiyey, dambas la afuufo baa ka dhigay. camalka la qabanayo kolka ilaahay uu aqbalayo gundhig buu leeyahy ama sees buu leeyahy, seeskiisuna waa iimaanka. haddii iimaankii laga waayey waa guri hawada laga dhisay. shuruudaha waxaa ka mid a cadamulmanni waladaa, waxa aad bixinayso waa inaanad ku gallad sheeganin, dadkana dhibaato ugu geysanin, sidaana ilaahay kitaabkiisa kariimkaabu inagu faray. alladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah thuma laa yutbicuuna maa anfaquu mannan walaa adaa manan walaa adaa lahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. bushaaradaasuu ilaahay siiyey, sadaqadoodu inay anfacayso oo aakhira cabsida iyo cadaabka iyo murugadaba ilaahay uu kaga ilaalinayo ayuu inoo tilmaamay. laakiin bishart waa dadka aan dhibaatana raacinaynan, miskiin ka dhibayninan, huruufaynan, haaraamaynin, een u hanjadayn, kuna gallad sheeganayn. eber waxaasaan siiyey, eber waxaasaan siiyey buu leeyay, ama isagii buu leeyay sawtaan intaa ku siinay, sawtaan intaa ku siinay, sawtaan intaa ku siiyey, wuu ku dul akhriyayaa. macnaheedu markaa waxa weeye dareenkiisii buu ku tumanayaa qofka. taasina waxay ka mid tahay aadaabteeda. waxaa ka mid a cadamu riyaai wasumca, sadaqada yaad wax kaga doonaysaa ma dadka mise ilaaha, ilaahay baad wax kaga doonaysaa, cid kale ha istusin, cid kale ha istusin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa kaladii yunfiqu maalahu riyaaa annaas. ha la mid noqonina qofka isaguna istuska ah, dhibka iyo manasheegashada iyo istusnimadaba ka daaya. marka taa macnaheedu waxa weeye dadku hadday meesha joogaan iyo hadday ka maqan yihiin waa inay isugu kaami tahay. dadka iyagoo jooga iyo marka ay maqan yihiin labadaba isku sibaad waxba bixinaysa, waayo isha ilaahay baad eegaysaaye, isha dadka ma eegaysa. waxaa ka mid a shuruudaha sadaqada lagu aqbalo cadamu linfaaqi fi lxaraam, meel xaaraana inaanad ku bixin, xoolaha xaaraan inaad kasoo kasabto lama ogola, amaad kasoo shaqaysato meel xaaraana inaad ku bixisana lama ogola. meelaha xaaraamta waxaa ka mid a sida qofkii murtadka ahaay oo aad siinayso, kii gaalkii kula dagaalamayay, kaniisadii, balwaddii oo aad ku bixiso, jaadkii, sigaarkii, daroogadii, dagaaladii qabiilka oo aad ku bixiso iyo dadkii islaynayay, dhulkaasoo dhan waa wada xaaraam. meelo badan aynu wax ku bixinno ayaa had iyo jeer dembi uu kaaga kordhayaa, duunyadaadiina ku dhaaftay. sadaqadu qodobka toddobaad noocyay leedahay noocyo. noocyadeeda waxaa ka mid a infaaqulmaal, xoolo la bixiyo, infaaqulcilm, walcilmu yasku bilinfaaq, cilmiguna waxyaabuhu ku bato waxaa ka mid a bixinta. haddaad cilmi taqaano maadiya diini mid kastaba ha ahaatee sadaqayso oo lacagta qayb ka daah, ilaahaybaa aqoonta kugu barakaynaya, xifdigaa lagu furayaa, fahamkaa ku wanaagsanaanaya. arrintan nagta un loo xarfinayo qofku wixii uu bartay oo dhan uu maal ku wada doonayo ha laga daayo. mutacallimiintiinna culimo iyo cuqulba aqoonta qayb la sadaqaystaa waa inay jirto, cilmigiina markaa bixintaasu ku badanayaa. arrinka laftiisa iyo istishaarada sidaynu horeba usoo tilmaanay, almustashaaru mu'taman ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yidhi, qofka la aaminay
ee waxba la bidayo waxba laga sugayayo macruuf buu fidinayaa sadaq u fidinayaa hadaba qofka uu khiyaameeyna talada ugu fiican hasiyo marba la yiraahdo arrinkuba uu ka qaalisan yahay adduunka ama wax wax ku siiya waad aragtaa wax wax ku sheega wax wax ku sheega wax wax ku siiya waad hashaa wax wax ku sheegana helib bay leedahay mararka qaar wax wax ku siiya waad helaysa laakiin arrin wanaagsan cid ku sheegta ama kula talisa inaad helin baa laga yaabaa الكلمة الطيبة كلمة وناكسن بأيضا الصدقاء سيد الرسول كعدة صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة إماطة الأذى عن الطريق وضد أصر لك حانتا إيا بهرها إيا وحا ومدى وحيالا إيا ناوعا وقيسن لها أين كقادنا أما إنو لا من مرينا إنو سمينو صدقوين كي كمت القرض الحسن أما هذا هدية شارع إذا ما هيسو حديثك سنن كسوغنا صحيح ان النبي يقول كوير حتى القفل لبا جير وحما هيسو اديغو سيو كلي كدغنت بقول كم بادا ما هيس مركو سو عليات مر لبا ادو عليس وا اديغو سيي بقول كيو كلي القرض الحسن ديق بي وي مركا واي قفكي و اما و ماليا وا كميده تسليمك سلامتا ادمده سلاميس يدونا وحا وي صدقه صدقوينك كميت اذكارتا ايا صدقوينك كميده ذكرك اد اخريس inta bana dalil ayaa ku wada jira haaskaaga oo aad xoolasiinaysay masaarifti ama aad uga galboonayso ayaa iyaduna sadaqooyinka ku jirta sidii nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam wa fi bid'i ahadikum sadaq mid idinka idin ka mid ah mucaamaladu haaskiisa la sameynayo iyaduna waa sadaqo at-tabassum ayuu nabigu ku daray tabassumka macnaha inaad walaalkaa waji farxad la ku qaabisho oo aan ka nixinayni صدقوينك كم تاي وحكم ذا الورع حلال ميرشدة هي نوا صدق يا لجوقري وحكم ذا قفك وحي لجا حظ أما بهل كعنة هدي لجا حظ يا هدي لجا دع يا هدي بهل كعنة يا هدي شبر كعنة وحلا وحاو أما حرق إلى هيبك وجرا أنا محرق الدنيا وجرا كلا تو حلال حال وحكم ذا صدقوينك إنذار المعصم qofka cayda ee aad u xamaahisay kol hadaan u siyeeliyeelayn inay ka bastahay inaad isagana ka sugto waxa uu nabigu ugu dambeeyay calayhi salaatu wasalaam kaffu sharri anil naas inaad dadka ka daysata dhibaatadaada iyada qudhigeedu waa qayb iijaabiya dadkii waxbaba maadsiinin hadaanad waa kii asxaabi weydiiyey intaasoo sadaqa hadaanan midnaba samaynin ka waran dadka unbaa dhibkaaga ka daysanaysaa buu nabigu iyada lafteedaaba sadaqa ku ah oo wax tar wax hadaanad waxba yaana tarin hadaanad wax yeelin sadaqooyinka ka mid afdalu sadaqaat sadaqooyinka waxyaabaha u fadli badan waxa ka mid ah sadaqada uu bixiyo qofka caafimaadka qaba ee bahasha qabqabale ee ururinaya markii rasuulka la weydiiyey wuxuu sallallahu calayhi wasalam afdalu sadaqati an tatasaddaqa wa anta saxiixun shaxiixun ta'mulu alghina wa takhsha alfaqr diidkii saaxayn sadaqa waxa u fadli badanta uu qofka isagoo caafimaad qaba bixinayo oo maalkiina jecel oo isla yaro biiriyo taajirada algaan oo isla fuqarada hoosa ugu dhicin cayl baa jirta iyo busaarada warwarkaa isagoo qaba haddana markuu nafti intuu la dagaalamo muquuniyo oo uu dhiibo mood iyo nool mid kasta ha ahaadee jihaad buu ka soo baxay ninkaas sadaqada waayalaha u fiican waxaa ka mid a juhdun muqil qofka wax yarba haysta inta uu iska soo jaro waa ka rasuulkulaha sala allahu calayhi wasalam sabaqa dirhamun bimi'ati alfi dirham dirham baa wuxuu ka dheereeyey boqol kun oo dirham siduu uga dheereeyeyna waxa weye dee ninkani laba boqol oo kun oo dirham ama lacag badan buu haystaa milyana markaasuu dabeetana boqol buu bixiyey dee waxa u haray sagaal meelood kanina laba dirham baabuu haystaayo mid buu bixiyey dee boqolkiiba konton buu xoolihiisa bixiyey waxa ka mid a sadaqooyinka sii fadli badanta aqaaribta la siiyo rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam sadaqada la siiyo miskiinka waa sadaqo taxigtada la siiyana sadaqana way tahay silana way tahay sadaqana way tahay qaraabo xidhiidhina way ku jirtaa sadaqa maxay yidhahaan sadaqo bixiyo sokeeyo sii ay yidhahaan soomaalidu waa xikmad weeye nabigaa dhiiriye calayhi salaatu wasalaam waynu garan karaynaa abuu dalxa markii uu sadaqaystay beertii weynayd rasuulku wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam qaraabadaada sii
waxba ku xili maayo xoolahan ka qaadi maayo intii kugu xeernaydu u qaybi buu Cabdullaah ibn Mas'uud xaaskiisa ayuu arkay Zaynab iyada xoolo bixinaysa markaas uu Zaynabay aniga iyo caruurtaaba u baahanay bal hadda noo dhiib kiishada lacagta ama adduunka aad sii wado war ma la idinku bixi maysabayt nabigaaba la isula tagay calayhi salaatu wasalaam صدق ابن مسعود صدق عبد الله ابن صدق عبد الله عبد الله رب شغله وحاد بحينيس اوديق يا اوبد كسي ان كسو هلكا لغا يابا مركا واجب اسغو بحينايو ان انو عرورتي سي حاسكي سسين ان سكدي صدقه في عن وحكمده صدقه لا سي قفكه الله يقانك اي ادابته وناغسن اي الهي كخشوناي اي انفعات سيساي دينته وكاشنايا كعبادايسنايا ولا ياكل طعامك الا تقي raashinkaaga ha cunab u leeyo qofka alla ka cabsanaaya markuu casuumad cid ka cunay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu duceeyay ducadiisa waxa kamidaha akala da'amakum al-abrar wa aftara 'indakum as-saaimun wa sallat 'alaykum al-malaa'ik raashinkiina ha cunaan dadka ilaahay ka cabsanaaya kuwa soomaalina agtiina ha ku afuraa malaa'igtuna ha idin duceeyso marka qof qamri ku cabaya ama jaadi sigaar ama wax ku kharibaya intii aad xoolahaaga siin lahayd qof diinta ilaahay u kaashanay oo dacwada u kaashanay oo quraanka u kaashanay oo khayrka u isticmaalaya waxaaga waxaaga ku ururi faa'iidadiisa markaas ay fiicnaanaysaa waqti wax sadaqooyinka u fadli badan waxa kamida waqtiga majaacad iyo maxaawiist waqtiga ay baahidu badan iyo dadka aad u sii baah qof dee baahan iyo qof aad u sii baah sadaqada siisaa way kala duwanta sadaqada aad ku bixiso waqti la iska ladan yaad bixiso ama wadan iska barwaaqaa dhexdiisa aad ku bixiso iyo meel aad loogu gaajaysan yahay sadaqada aad ku bixisaan way kala duwan tahay rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam sharru da'am da'amul walima yud'a ilayha al-aghniya wa yuraddu anha al-fuqara ala ma'na al-hadith sadaqa waxa u liidata casuumadaha u liidata sadaqada oo aan fiicnayn way dad xaq ajriga marka la eego dad aqniyo maal qabeenana waa lagu yeelaya qaar fuqaraana waa laga celinaya xagga gudaha dadka wax lagu siinaya suxuunta iyo macaanka iyo loo dhigaya khudradda waa dad kala miiray oo la kaayga da macaan baan qabaa cholesterol baan qabaa inta in yar iga soo qaad saas uu finidaya halkan dabada marka loo soo dhiga dadka iyagu kala looba ama taagtaagan yaan saliba ku fadhiina baruurtana way ruugayaan lafahana way kaga sanqarinayaan silxigana way safaynayaan baasha saasay ku xaraga badan waxaan ilaa waa la kariyo cun in la cunaa loogu talagalay marka dadkii gudaha joogay iyagii alaabti halkii wada taalo ayay iskaga tageen adigoo ciishoon oo la war wixii aad dadkan u kariseed ku casuumteen mabay cunin ayuba qolada dabada joogta loo goynaya silxigaba boor baa ka toolaya saasay ku fiicantay baasha marka sadaqada waxa si wanaagsan buu nabigu leeyahay qof baahan la siiyay iyo waqti baahan iyo meel lagu baahan yahay ilaahay baa wuxuu dhigay falaqta xamal caqaba wama adraaka mal caqaba faku raqaba aw idcaamun fii yawmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba thumma kaana min aladiina aamanuu watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama inaad waqtiga adag iyo dadka baahan iyo agoomaha iyo xigtada gaajaysan inaad intaa xoolaha wax ka siisaa waxa weeye caqabadii insaanka hortaagnayd oo aad ka talowday shaydaanka iyo abaariistu caqabad dhagax bay ku hordhigayaan dhagax wadada jannada u maraysa dhagaxaan baa yaala dhagaxaantaasi waxa weeye inaanad xoolahaaga waxba ka bixin faralka ka bixin sunna ka bixin sokeeyaha siinin bulshada baahan duruufta aanad kaga qayb qaadan dhagaxaasaa yaala marka laakiin inta aad wax siiso dhagaxii baad xagga isaga riid askarigii jiifay ee socodkaaga iyo xawligiisa hor joogay waad iska fujisay jannadii baa waad u dhaadacday mar haddaad shahaadanaysood islaamka tusaalaha cajiibkaa buu qur-aanku bixiyey sadaqada marka aynu eegno sadaqooyinka qodobka sideedaad waxa u fadli badan sadaqada sida sirta ah loo bixiyo labada siyoodba waa loo bixin karaa laakiin meelaha qaarkood bay sii fadli badan tahay sadaqada qarsooni marka shakhsiyaad la siinayo ta qarsoon baa fadli badan marka mashaariic caama oon cidna loogu mana sheeganaynin oo dhiirigelin loo baahan yahay lagu bixinayana muujintay ku fiicantay masaajidkan yaa dhisay jihaadkii baa loo baxayaa
هولاسا لفولينيا تاني عام كاي نجا دحي تاسي عدنا دم قميص سيلاي سوود ايضا موشنتي رافيا بس كدحلي سالو نبي وكي وينشري عليه الصلاه والسلام لكن مركا قف هبل هبل وحلصين ايو يا محاكا فايدا انا ترى هذا الضد كان واركا واربالي سويا هبل بان كنت عبنا يا وحلا وحكا فايدا انو يسقي كنحه وكان حياه دي قد بكوتاي استاذ دراديت بدت كدلاله يا صالحين تي عيد كليت تسانس كدايو كقادنا يلفتي سك قرين جري كقادنا يقودي سفرق لوغو خري جري اما كون كيس اد غريديس اديغون مغخ كو قورين اما جير كون باد غريديس غوردو مركو تا تابتو اسغو ديده يا وخص كغا بخي افرق ايون بو كوس وين كهليا جير دي مركا دعا با كدعايسا سيابها سيكوسي فضلي بدن تهي لبدا طريقه بان ان لو بخين كرو الى هي قران كو كعدي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا خير بدل مراتب بهان لسينا مراتب البذل والإنفاق حق الدرجة المركز اللي يقول قفكو أما ضدك وحبحنايا مرتبة السخاء ومرتبة الجود ومرتبة الإيثار صدح راسي وقيب سنت هذا إلي نعلي بضم مرتبة السخاء وقفكي أو بحنايا وحبوب بحنايا كما رأتك مرتبة الله بعد وحوي قفكي وحب حيي تاهر وحي بطناب الله رأي إيه ربو بحي مرتبة الجود بالايا مرتبة سخاء بالايا مرتبة الجود نه وحوي قفكني انتي بطنيت بحوريس بحنايا أما ويس لغيسي انتو بحيي انتو الله رأي سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتبة الإيثار نه وحوي قفت وحير لها روحيسي وقال كيما سديت انا وكلا بحية انا وحيسي بوضا بحية تاسينا ويس كبا ادكت هايو اصحاب تباب الى هاي قوة مارك تدك انتو وضا بضا ويكو ادكت زاد رادت بانا قرآن كو لها وضا بحنينا لانه ورور كاكو بضانايا تد قفكي كري كري مويا كيها نو كور وريا هوا وضا بحنين بالي وحاغا ولا تبسطها كل البسط هتاد وضا بحسان وبد وروري ماذا حاب حقا بالحقان وحده أنت شيطان بايقا محايا لا مركب أنت الورور اللي هذا حاجة برهيس أصحاب تيل هاي وقوة ما نوحوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يقع أبا هم بيستافيان وحي أي مركب بحين لهايان طانت نبي محمد عليه الصلاة والسلام تصالوها أصحاب تيس ونوي كراعين سيدي نوكسونين ننكي مرتدى هاي النبي وصادرين تاه عشري عيال كالسي أريدي يا ضيق أنت يسود تجين أيه عشري عيال كسي عائشة الله كرالنا وضوا حاسك النبي عليه الصلاة والسلام عهد جاي النوريد مركيه مرحبها عبد الله بن الزبير أواها بريرة وهاي أيه وحو صاد وحو صادري 80,100,000 بقول يستيتن كن أي صادر درهم واي قايبي صوت يدنا مالنتا واي صوت مالي شو حبابك كما يريبين با لعكتي فراب بطنيدو إنا كاها وريرتا أو تايو صوت دراي قبل كل كيو دعبي چاري يدي دي لها ذا شو حي تري دي وحي نكو أفرنون ما دي نوغر ريرت سوى دي نحالو فيه وحي تري او دي أدقو محادي مشاقي ويدي إن وحي برنا ماضي ما دي او غيسيس ميان كبور هاي با نارفها بحنتون با يشقين ايه نرفها هاي سشدو دميو شقين يبت مركا عموما وحالكا كم وغضي او اي نو اركينا صدقاتو دي مالت درجوين كاي لاد هاي بلين اي نو كودة دالنا ونطوغوه الرئيس مرحالة سخاء اما مرتبة سخاء نلاهنو قف وحي روحي سوكا بحيو تراء ان بدناي سياني رئيس قلنا قرنين ايثار كيبا اقسام لبيلالو قفك ووقتك وخالقك كدورت المخلوق أما الدنيا وكدورت آخرة وكدورت الدنيا وقتك سو صدقتنا إثارك سبيكرا خالق هي مخلوق وين أنا كوسم من دينتي الدنيا آخرة هي أدونك مركان كوسم من عدو البحق هذا أتسي سابات إثارك سبيكرا أمثلة دون آد بيو بضانتهاي إنها سيبين كسو كوبي لهين كلمة ديني لحريني صدقة إيا مباحث كأما قضى بضى لحريرة إيا دو أن يردد دجنية
أمثلتي تصالياشي سلف كنا وحبضنا إنه كسوة قادمه لكن إنه كسوة قاب سمي. وهذا ما أقوله وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.